مساكم الله بالخير وحلقة جديدة من سليبريتي عالسومرية. ضيفتي اليوم هي أحد المشاركين من خلال برامج المواهب، ومو أي برنامج، هو البوليفارد المواهب، البرنامج اللي حقق أيضا انتشار كلش واسع من خلال الوطن العربي، وأيضا استقطب نجوم من الوطن العربي، وحينما أيضا كان هذا البرنامج إنتاج سعودي وأيضا حتى على قنوات العربية. نور حداد شرح تجاوب على أسئلتنا، وكون أنه عندها متابعين من العراق. اهلا 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 بالسومريه ايهاب. نورتيني. نورك والله. انت اول ظهور لك على الاعلام العراقي اليوم صح؟ اكيد، واحلى ظهور حيكون معك وكون انه عندك سومريه. قبل لا تقولي لي جاهزه على الكاميرات، غني لي شيء من عيوني. يلا هغني لك لا اليسا. معقول بعدك ما عرفت اني ما بعيش لحظة لو غبت عني؟ خليك لو حتى زعلت مني، لا تروح لا تروح، خليك حد غمرني بدي حبك، أنا حبك أنا وبهواك، انساك صعب يا إيهاب انساك، لا تروح لا تروح. انتوا كمان لا تروحوا، خليكم معنا. وكون انه عندك ايضا متابعين من العراق أكيد. فاليوم انه بعض الاسئله فجاهزه، معناته جاهزه. اوكي أكيد. قولي جاهزه. جاهزه. وهنا جاهزه. وهنا جاهزه بعد. اوكي. مشاكل برامج المواهب او كواليس البرامج اللي هي تشارك بها المواهب، شنو هي؟ هل إنه هي تكون وردية أما خفية كان أعظم؟ مشاكل المنتجين مشاكل كثيرة، ومرات يطلبون من المواهب اللي تطلع من البرامج أشياء لا تعد ولا تحصى. أنت اليوم سعيدة اللي ما وصلتي له بهذا العمر الصغير؟ إيه الحمد لله. يعني خطواتك كانت مدروسة؟ صحيح مدروسة. هلا أحيانا إنه بقول يمكن أنا تأخرت شوي، بعدين بقول لا كل تأخيرة فيها خيرة، فيها خير. وبعد يعني ما شرط إنه هلا أنجح، في كتير ناس حاولوا وفشلوا، حاولوا بعدها بالأخير إنه صاروا الشيء اللي بدهم إياه. أنت ما دارسة موسيقى ولا دارسة أيضا فنون جميلة صح؟ لا، بس حاليا هلا مسجلة مع مايسترو وبدي أحضر. لما العراب هنا منو اللي اكتشفتش؟ أهلي كانوا كتير داعمين لألي. هالأهل والناس اللي بعرفهم هن يعني كتير. هلأ أنا منهم فنيين، بس هن كانوا إنه الأهل، الوالدة والوالدة والأخوان. الوالدة والوالد. زين ما عرضوا دخولك الوسط الفني كبنية؟ هلأ وأنا صغيرة كانوا إنه خايفين شوي إنه لا لحتى تكبري إنه أنت وتعرفي شو بدك، يمكن أنت لا ما بدك الفن. هم الأهل يمكن ينظرون للبنية تدخل المجال الفني أول شيء كصعب، ويقول لك إنه مجال هم ما يوكل خبز. صح. بعض من عندهم وبيخافوا إنه بنت مش شاب يعني إنه تسافر تروح تجي، فأي بيخافوا. بيخافوا. نقول فرضا الآن راح تطلعين جيست، منو اللي تتمنين فنان ويقول لك ممكن تقبلي لي أكون جيست وياك؟ منو مثلا؟ هو بدأ يطلب. يا سلام. لو فرضا هذا شيء حلو كتير. نصيف. نصيف. نصيف إيه. نصيف. حبه إيه. نصيف ايضا بكورونا انه هو فتح لايفات، ما حاولت انه انت ايضا؟ بلى لما فتح كنت، بس ما صار نصيب. ما في صار نصيب. ما صار. من اللي دائما انه هو يحرص عليك كثير، يعني انه اللايف ستايل تبعك، بوستاتك، ستورياتك، ظهورك الاعلامي، منه غير الاهل في إدارة أعمال ولا لحد الآن انت ما؟ هلا كان في شخص بعدين تركت، يعني ما حسيت انه كثير يعني اضاف الي. فحاليا انا عم دير حالي. انت ديرين حالك وحساباتي. ايه هلا بصراحه بقصر احيانا. يعني احيانا الواحد بيزهق، بتعرف انت انه ما له خلق كل كم من نهار ينزل صوره او شيء، بس لا برجع بتفاعل وبرجع بحط وبنزل. لو اريد اخذك لمرحله الطفوله حتى قبل لا اروح انا وياك نتريق، طفولتك كانت طفوله سويه مريحه، المستوى المادي ايضا مريح متوسط، ولا كانت طفوله بها تشتت كونك انه انت من سوريا وايضا حتى من لبنان، وهذه البلدين ايضا مرت بحروب ولحد الان في مشاكل؟ صح. لا الحمد لله كانت طفوله منيحه والوضع المادي كان كثير منيح. الوالد شنو يشتغل؟ الوالد كان عنده، هو يعني بيشتغل كمهندس وبيعمل تصاميم لفرنتشر وهيك قصص. والوالده ربت بيت؟ ايه.
واخوانك كم اخ عندك؟ نحن خمسه. خمسه اخوان؟ انا اخر وحده. كلكم بنات؟ لا، اربع بنات وصبي. ها اربع بنات، ما شاء الله ما شاء الله. انت الكبيره؟ لا انا اصغر وحده. ها انت دلوعه. دلوعه يعني. فكنت كثير دلوعه عند بابا، وكان هو انه حلمه، هو توفى الله يرحمه. الله يرحمه، من شيء 10 سنين، كان حلمه انه يشوفني على مسرح او شيء. فانه انا لما طلعت اول مره على المسرح صرت ابكي، يعني متضايقه انه كان بدي يشوفني. بس اكيد هو مستمع وما يشوفني. اكيد اكيد. روحها ايضا حاضره. شنو نغني للوالد بما انه انت اليوم مو يقول لك مرات انه الارواح انه تحضر حين ما تذكر ايضا اسم راحل او قريب عنك او حبيب؟ صح. فروحها تحضر يعني كما يقال. فشنو نغني للوالد لو كان روحه حاضره يعني؟ ما ودعتك كثير علي الوداع، ولا يهمك قلبي كبير وبيسع. صوت رايح لا عندك اسمع، بدو يقلك اوعى تفكر ترجع. أستر هلا انا الله، خلينا نوقف احسن. الله يرحمه. إنتاج الفيديو كليب أصبح اليوم مكلف جداً من خلال التوزيع واللحن والكلام وأيضاً الترويج الإعلامي والتسويقي، لكن هنا حينما تكون موهبة وأيضاً منتشرة هذه الموهبة، كيف إنه هي تقدر تواصل مشوارها الفني، وكيف أيضاً إنه هي تقدر إنه هي تنتج لحالها؟ أمر سهل أو صعب؟ من الأقرب إلها كان من المواهب، والحد الآن هي متواصلة وياه، وأيضاً شاركت وياه من خلال جلسات فنية ومن خلال حتى الإعلام العربي. وهل اليوم إنه أكو تواصل من بعد البرامج؟ أو أكو مشاكل كانت داخل البرنامج ومن طلعوا اتفرقوا؟ تحبين الفطور؟ أكيد. يعني تقعدين من الصبح تفطرين ولا إنه؟ لا صراحة بس لما بكون مسافرة بفرط. والويكند؟ بالويكند إيه. بالويكند بالويكند بفطر. وهم تتجمعون عند العيلة وكذا؟ إيه أكيد لازم. ما بحب أفطر لحالي بالويكند، لازم عيلة وهيك. أنت أوريدي متزوجة ولا لا؟ بلشنا لا لأن أريد أعرف، يعني عندي سؤال إنه يقودني ما بعد إنه تجاوبيني. الحياة الاجتماعية إيش ولا باس؟ بقول لك أو لا؟ كيفك؟ لهلأ ما قلت أنا شيء. أوكي. يعني لحد هلأ الناس ما بتعرف عني شيء. ما بتعرف شنو؟ لأنه بحس إنه حياتي الشخصية ما بحب حدا يعرف عنها. حتى من خلال. سواء إذا كنت مجوزة أو لا، أو بنت أو. أو لا. يوم إنه التحضير والحياة العادية غير إنه الفنية، ودائما إنه نشوف إنه حتى الحياة الشخصية يأخذ من وقت الفنان، يعني ما يمارس حياته الشخصية، لأنه زيارات الأهل، لا زيارات الأصدقاء. أنت من النوع إنه شلون حاطة سيستم أو جدول بحياتك؟ لا عاملة جدول، إنه حياتي الشخصية يعني إلى وقت. أوكي. والفن وأموري يعني الفنية وهالقصص إلى وقت، يعني إنه ما في شيء بيتعرض عشي الحمد لله. حلو مجال الفن؟ أوكي يلا. حلو مجال الفن من دخلتي؟ حلو بس متعب شوي، يعني بده صبر. بده صبر، إنه تصبر، مش إنه يلا دغري حتنشهر، دغري حتصير، دغري حتعمل أغاني. الناس بتفكر إنه أنت فنان كتير سهل. كتير سهل. بس هو أبداً منه سهل. قبل لا دخلتي المجال وكنتي أيضاً تشوفين السليبرتي إنه هم متواجدين، سواء كان غناء أو تمثيل أو أتأثر من المجالات اللي هي عليها سبوتات، وكنتي أكيد إنه حالك من حال كثير من الناس، إنه تقول إنه الحياة وردية والله وجهك حلو. صح. بس من شخص أيضاً يدخل بهذا الدومين وشوف حياة أخرى، حياة مختلفة، مكائد، قيل وقال، نفسنا، الفرص أيضاً إنه هي تكون قليلة، مشاكل المنتجين، وهاي الأشياء كلها، شنو قلتي؟ قلت الله يعينهم، نحن كنا نحكم عليهم غير شيء. غير شيء. إنه إيه مثلاً لما تيجي تتصور مع فنان ويقول لك إنه سوري ما بدي أو شيء، تقول عنه نفسية. نفسية. هلأ لا بتحس إنه عن جد أنت أحياناً ما إلك خلق، يعني أنا مثلاً بروح على مطعم في ناس بيعرفوني. أوكي. أنا مثلاً مني حاطة ميك اب. أوكي. بدي اكل يا عمي بايدي، ما بدي اعمل شوكه وسكينه وهيك. فاي كثير صعب ولا حقهم كثير صعب. صح. منو عندك من الاصدقاء من انه قريبين ايضا عليش ترحين تزوريهم من الفنانين؟ يعني اقصد يعني لسه بعرف سلطان الراشد صديقي، نوجه له تحيه. ايه كثير بحبه.
ومين كمان عم اتذكر يعني عود النيلين كانوا ياش بالبرنامج نتوجهي له تحيه وصديقه كذا اكيد بوجه له تحيه وبحب كثير الاستاذ حسن طالب بوجه له تحيه صديق العزيز وبتواصل معه بفتره والتانية كثير وغير استاذ حسن وغير ايضا حمدي بدر بعد اصدقائي من البوليفارد سالم الحماد فادي هم طلعون ياسر بعد العراقي العراقي بتواصل معه هم تطرحون فطور تطرحون غداء عشاء ولا ما هلا بما انه كل حدا بالبلد فكتير صعب كثير صعب بس انه لما بنلتقي بدبي هي دبي بتجمع كل الناس فلا بلتقي معهم كونش مقيمه ما بين دبي وما بين ايضا دبي والسعوديه فبلتقي معهم اول شيء البرامج المواهب شنو ضافت لك يعني برنامج البوليفارد شنو ضاف لك اول شيء ضاف لي انه انا مثلا كنت معروفه لنفترض بس بالسعوديه هلا انا بشتغل كنت بمجال الموديلينج وتصوير فاشن وهيك قصص بلشت هيك بعدين الناس بلشت تسمع صوتي يقولوا لي نور حرام انت لازم تغني وكذا فجرأت اني اقدم على البروجرام وسجلت فيه فبالعكس حسيت انه هو فتح لي فرص اكثر الناس صارت تعرفني من كل البلاد يعني هلا صار عندي متابعين من الجزائر ليبيا عراق مصر انا انصدمت يعني ما توقعت لان كان برنامج ايضا هو متابع كان قوي لانه كثير فتح لي انه فرص حتى بمجال التمثيل مثلا اعلانات دعايات هيك وبعد ايضا البرنامج شنو صار بعد البرنامج في شركات انتاج صار يحكوني اوكي بس انه انا شوي عم اتخوف من موضوع شركات الانتاج اذا ما في منتج او ما في شركه منتجه انه بدك انت مثلا تحط لك بادجت معين وتعمل فيه يعني غنية او شيء انت تغنين عن اكل مرات بالبيت او وحدك انا طول الوقت عم غني طول الوقت من اللي يشبهك من الفنانين او الاصوات انه هي تكون قريبه لك هلا بيقولوا لي نانسي عجرم اهلا بالفانز تبعي بيقولوا لي انه انت منحسك نانسي عجرم انه صوتي انه الخامه قريب منه ما بعرف الخامه من نانسي عجرم يمكن. اوكي مره حدا قال لي رح مريض انا انصدمت لنواي نوجه لهم التحيه رحمه وايضا نانسي ايش راح نغني الفيروز يلا هلا فيروز بما انه ترويقه او صباح اوكي ترويقه باللبناني ها؟ باللبناني أنا الشيء ما بيعرفوه الناس إنه أنا نص سورية نص لبنانية فلما أحكي شوي لبناني ببلشوا إنه ليش عم تتصنعي؟ والله ما عم أتصنع بس أنا أهل بابا يعني ما عن جنسية وكانوا عايشين فترة بلبنان في بلبنان؟ فإنه إيه نص 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 فأنا والله ما عم أتصنع يلا نسمع فيروز يلا سألوني الناس عنك يا حبيبي الله كتبوا المكاتب وأخذنا الهواء بيعز علي تغني يا حبيبي لا أول مرة ما منكن سوا سألوني الناس عنك سألوني قلتلن راجع وعتلوموني غمضت عيوني خوفي للناس شوفوك مخبى بعيوني وهب الهوى ورماني الهوى لا أول مرة ما منكن سوا الله يسلم هالصوت حاولت تعيدين أغاني بصوتك؟ عملت كوفر لنانسي وحسين الجسمي ولنصيف اعتقد ايضا شفت انه عندك فيديو غنيت. اللي غنيتي ايضا لنصيف وشفت انه اغنيه ايضا انت عادتها لنانسي عجرم نانسي او شيء كونش بيك فان لها ولا انه انت الاغنيه حاسه انه تشبهك لا انا بحب نانسي انت مغيره بالتوزيع باي ذا واي صح؟ ايه شوي حبيت انه اضيف اضافه عليا وبما انه عامله ميكس بين حسين ونانسي عجرم فحسيت هيك لبقوا مع بعض اها فايه انا كانوا من اختياري يعني من اختيارك كنا قاعدين هيك انا والموزع وكذا فعم غني قلت له اجت على بالي فكره بدي اضيف مع قدس تماما بحبك فكتير انبسط وقال لي لا كثير حلوه حتطلع وجربنا وهيك وطلعت تتعقد وغير نانسي عجرم وغير ايضا منو الاصوات اللي هي اليسا وسعد المجرد اوكي انا وصديقي ياسر اللي كان بالبوليفارد كمان كنت حاطتها على انستغرام كثير حلوه وغنيتي ايش بعد صراحه انا ما كثير عملت اشياء لانه يعني خليت فتره قلت بدي اشوف يا غالي علي وبعدها بدي كفي اعمل كفرز جديد بس هلا باسطنبول عم حضر اشياء جيت حضرين ايضا اشياء جايه لهون صراحه عندي كم شغله عم بعملهم منو اغلى انسان كان انه هو
دعمك يعني ببداية مشوارك، دخولك للبرنامج، ما بعد البرنامج، متواصل أيضا برفع المعنويات إليك، قوة العزيمة مرات تحتاج لها أصدقاء لما يكونوا شريك العاطفي. شريك العاطفي مش قد دعمك لازم تلف وتدور. ايه هو صراحة أول حرف؟ هو والأهل. والأهل أول حرف من اسمه؟ أول شيء من الوسط فني ولا لا؟ لا 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 بعيد كل بعيد ها؟ عن حب شو؟ نسمع تروع شاطرة بتغيير الحديث. إيش قد مهم الحب للفنان إنه حتى يغني فعلاً بحب، ولا ما له علاقة إنه تعيشين القصة وتعيشين الكلام نفسه؟ هلا بيقولوا لك أحياناً لازم أحياناً لا. كثير فنانين مثلاً بيغنوا، نفترض إليسا كثير بتغني أغاني حب وغرام و... بس هي مثلاً ما في حدا بحياتها. وشو معرفك؟ ما بعرف لأنه هيك بيقولوا. بس هي إنه يمكن ما عم تصرح مثل ما أنا هلا ما بدي أقول لك. لا لا بحس ما له ما له علاقة. ما له علاقة لا. يعني هسه غالي علي إله للشريك العاطفي اللي هو ايضا داعم إليك. لا هلا الكلمات ابدا ما بتزبط. اليوم بدنا نشوفها كثير من الفنانين موجود، اذا كانت انه هي فنانه وياها ايضا زوجها داخل والعكس ايضا صحيح، ولا انت غير هذا الشيء؟ هلا في ناس انه هو طب مثلا بالايام اذا أوكي. انت تزوجت وزوجتك قالت لك انا ما بدي اطلع معك لا مقابلات ولا تحط صورتي ولا شيء، فانت بتحترم هيدا الرأي؟ طبعا طبعا. بعدين هي ممكن تتغير قناعاتها وتقول لك انا بدي اصير اطلع. فهي الفكره انه في ناس ما بيحبوا الشهره، انه خلص انت عم تمشي سلموا عليك ناس انا ما بدي. بس ليش الفانز اليوم انه هو يبحث على هاي الخصوصيات انه متزوجه او ما متزوجه؟ ما بعرف. انت ايضا حشريه بالحقيقه هم عندك ايدل كاب؟ لانه اذا فنان بحبه او شيء بحب انه ممكن انت من الايدل مالك؟ بحب نانسي اوكي وبحب رحمة وبحب هولا، يعني انا بحس متأثرة فيهم، بحب اغانيهم بحب اسمعهم. من الفنانين بحب نصيف زيتون كثير بحبه، بحبه على الجسات. يلا نسمع يا غالي علي. يلا يلا. حياتي غريبة وسنيني بغيابك عم تمرق غريبة، صدقني حبيبي اشتقت لك حكيني رجعلي يا حبيبي وما بخطر عبالك ليش بعدك ببالي بسأل عن أحوالك وعم حبك لحالي ولحالي ما في اتحمل الأسيه يا غالي علي يا غالي علي. أروح النصيف بالأحلام. ايه يلا أي مقطع بدك من أولها؟ من أولها. بحب وحابب إله قديش بحس له ويلي متلاه والله خلصوا بهالايام، عيوني شرت تحت اللون وحكي غير كل، ويلي متله بس موجودين بالاحلام، موجودين بالاحلام بالاوهام بالمنام، يلي مثلك موجودين بالأحلام. كنا نعرف البرامج المواهب أنه هي تجارية وتعتمد أيضا من خلال نسبة المتابعين وحتى من خلال الاسبونسرات أنه هي تكون داخل البرنامج، لكن ما بعد البرنامج ينتهي الأذى على منه يوقع حينما ما يشوف أنه أكو إنتاج أو ربما أنه أكو تواصل بشكل أنه هو يكون كثيف؟ فهنا أنا ما أعرف إيش رح أجاوب، هي اللي راح تجاوب. خبرة المسرح اللي انت ايضا خدتيها من خلال البوليفارد المواهب خبرة مو طبيعية، ووقفة المسرح وقفة هاي يعني اعتقد انه رهبتها غير، لانه وقوف امام جمهور امام لجنة تحكيم لها باع بالفن اكثر من 20 سنة ومو سهلين انتقاداتهم. والحلو كان ايضا موجود انه تفاعل زملائك، يعني في هذا البرنامج شفنا انه يتفاعل الزملاء بالتشجيع المعنوي أيضاً للي طالع على المسرح.
شنو اكتسبتي بيها؟ هلا اكتسبت خبرة انه بما انه كانت اول مرة انا بطلع على هيك مسرح انه ضخم وجمهور ايضا ومليون حدا عم يتابعك على التيفي ولايف ولايف ايه وانه كتير صعب انك تلخبط او شيء. فهذا الشيء بالعكس عطاني قوة. وانا اول يوم طلعت كنت اول خايفة عم ببكي بس لما طلعت وشفت انه الناس كتير عادي وعم تزقف لي وكذا خلص راح الخوف مني. الكواليس كانت مريحة مثل ما احنا كنا نشوفكم مريحين بالشاشة ولا كان كواليس يوميات او بشكل عام البوليفارد المواهب ولا ما خفية كان اعظم؟ كانت في مشاكل في نفسنا في كصبايا كشباب؟ هلا ليك انت وين ما رحت بيكون في غيرة واجهتش مشكلة في يعني؟ قصص. اكيد يعني بس بدون ذكر اسماء انا اعرف منه بس انه بيبينوا لك انه عادي او شيء وهيك نفس لو من عندك يعني شباب ولا صبايا؟ لا شباب ما في منهم ما في شباب ما حدا بيجي. اذا اللي نفسنا ايضا معك كان شعرها لهنا ولا القصير؟ شو ما بتذكر شو كان يمكن مركبه اكستنشن لا لا ما حدا نفسه معي بس انه بيصير هيك تاتشات وقصص بيصير اكيد وين ما رحت بس انت بتعرف مجال الفني في غيره في غيره يعني انا اليوم بسلم عليك يمكن بس بكون بغار منك في كثير فنانين هيك. من اللي شفتيها انه فعلا تستحق اللقب بوليفارد المواهب؟ هلا انا من البنات كنت بحب جوري جوري السعوديه جوري صوتها هي صغيره بس صوتها فنان جميل. وكان ايضا التكثيف ايضا عليه حتى بعض الاغاني الصعبه لانه كانت تختار اغاني كثير صعبه وتجيبها. هو انتوا تختارون ولا في لجنه تختار ولا هلا احيانا بيقولوا لك انه شو انت حافظ وشو بيلبق لك وشو يعني بتتناقش معهم مش انه لا فرض لازم تغني هيك شيء. اجمل اغنيه انت غنيتيها على المسرح البوليفارد وكنتي انت مقتنعه بيها ومتميزة بيها ما فيها نشازات ما فيها أيضا خروج عن التونات؟ مستنياك أنا كثير كنت بحبها. مستنياك يعني أنا هاي الغنية من أنا وصغيرة بغنية حافظتها مثل اسمي الأستاذ حسن طالب. يعني أعتقد أنه غني عن التعريف. بأكثر نصيحة وجه لك إياها أو انتقاد وجه لك إياها وليوم أنه أنت دا تمشين على هذا الشيء أنه ما تتحمسي كثير على المسرح ما تتحمسي كثير بمعنى انه يعني لما الفنان يصير يرقص كثير ويكون متحمس صوته بينساه انه ممكن بينسى. ينشز او يطلع عن الطبقه او شيء انه ما عم ينتبه لانه عرفت هو متحمس عم يرقص وهيك. فقال لي انه انتبهي في حركات معينه يعني بيعملوها الفنانين الابوره ما مطلوبه ايه لا او عادي فيك ترقص يعني. لا في كثير فنانين عندهم شو استعراضي عمرو دياب كثير بيتحرك كيف وهبي كثير بتتحرك ف انه في اشياء بيعطوك اياها انه كيف ترقص بس بدون ما تتعب انت من جوا انه صوتك يتعب او هيك. لو ما كان ايضا انه شاركتي بالبوليفارد المواهب ونجي انا وياش نسترجع بالذاكره استديو الفن اللي هو بلش ايضا من التسعينات من بعدها صار ستار عندنا ستار اكاديمي من بعدها ايضا صار عندنا عرق ايدل عندك عرب ايدل عندك عرب جوت تالنت ومرورا ايضا للبوليفارد. منو اللي كنت تتمني انه كان عمرك يسمح انه تشاركين بهذا البرنامج وكان لابق عليك؟ منو؟ هلا ستار اكاديمي كنت كثير صغيره لما كان لا يطلع. لو كان نقول بس لو كان ايه انا كثير بحب الستايل تبعه هيك مهضوم, مهضوم انه يوميات والناس تتعرف عليك اكثر. ومنو المعروف اكثر واللي اخذ صدى ايضا بالوطن العربي؟ عرب ايدل بحس كثير ذا فويس. ما جربتي تشاركين بيهم قبل بوليفارد؟ هلا قبل لانه انا عايشه بالسعوديه فكنت اقول صعب انه روح وسافر وهيك فكنت استصعب الموضوع بس لما سمعت بوليفارد المواهب بالسعوديه قلت لا بس انا لازم شارك. مفيده هاي البرامج انه هي تسقل موهبتي وايضا تزداد صح كثير بتعلمك يعني. انا في كثير اشياء كانت ناقصتني تعلمتهم يعني مو سواء من المدربين من المشتركين بتاخذ خبره يعني بتعرف انت يعني انه كل حدا كيف عم يغني بتصير تاخذ هيك افكار يعني مش فقط ايضا هي تكون شهره لا 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 بتستفيد بتستفيد منها اي كثير. ايش راح نسمع انا وياك قبل لا نختم هذا البار؟ يلا اول شيء شنو السوالف اللي تصير على الريوق غير القيل والقال؟ ما في غير الحش والقيل والقال على الاكل. بامرك سمعت شي سالفه مش هيك؟ هسه نرجع لشريك العاطفي من هو؟ ميم سين را زا احرف الجري. نسمع شي راح تسمعيني؟ سمعك شي عراقي؟ يلا نسمع عراقي. كون نصير انا وياك نجمه بالسما وغيمه نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيمه حدنا نطير ونعلي نجمه بالسما نخليه
ونرسم بالهوى حبنا وندعي ربنا ليديمه نقضيها عشق وشواق نعلم الناس حنية وابد من جيب طار فراق خلي الدنيا وردية شارك العاطفة عمرنا ما نعيش بحب فاهي وما له كل قيمة نسافر فوق ما نرجع نعوف الكوكب وضيمة. الله، تحبين تقديم البرامج انتي؟ ببالك برنامج او فكرة في يوم ما تقديم البرنامج؟ هلا انا قبل كنت كثير بحب اكون اعلامية مذيعة، وهلا لحد هلا اوكي. اعطيني فاصل انت على الكاميرات، اعطيني فاصل ويعلي. وهلا بدنا ناخذ فاصل اعلاني كثير صغير وبعدها بنرجع لكم للفقرة الثانية يعني بالعامية. ويا محمد هلا بدنا نتروق لو سمحتوا بنرجع لكم بعد شوي. يلا بعد الفاصل. اعتقد مشاكل اللي تصير مرات في البرامج للمشاركة فيها حتى انه انت تكون موهبتك موجودة لا تعد ولا تحصى، لان يحتاج لها واسطات، يحتاج لها ايضا ناس توصلك. لكن كالبوليفارد كان فكرة البرنامج جريئة، كانت الفكرة برنامج جديدة، وشفنا كل السليبرتي اللي اليوم انهم اصبحوا بعد ما طلعوا من البرامج، ووحدة من عندهم هي نور. اللقاء الاول مع ايهاب كان كتير حلو، ما ضايقني بالاسئلة، كان مهضوم حبوب. تفاجأت لما بتسألني أسئلة، بس هو لف ودار وسألني عن أمور شخصية. هلا أنا صراحة ما كثير بحب أحكي بأمور شخصية، هيك حفاظا يعني على حياتي الخاصة. ممكن بعدين أطلع وأقول إنه أنا شو يعني حياتي الشخصية شو بيقولوا حبية. لخبطت شو بيقولوا. فممكن بالأيام إنه صرح وأطلع مع الشريك، ما حدا بيعرف. بس ما كنت حابة انك تسألني، بس ماشي الحال مرقت لك السؤال. كنت متخوف انه اسألها كم سؤال وانه ما ترد ايضا علي بطريقة انه هي تكون لطيفة او ربما تكون ذكية او تتذاكى ايضا على اسئلتي. بس اعتقد انه من بعد البرنامج وظهورهم الاعلامي المكثف، مقابلاتهم الكثيرة، انطتهم اليوم حبكة في الرد على بعض الاسئلة او الرد على بعض السكوبات او حتى من خلال الاعلام. اليوم انه انتم تواجهون مشكلة، يعني اعتقد انه اربع عندنا او خمس دول تواجه مشكلة الباسبور اللي هو الجواز، باعطاء الفيز بالحفلات بالايفنتات حتى بالاعلانات، وكون انه انت عندك الجواز السوري حاملة، إضافة أنه أنت عندك الإقامة السعودية والإماراتية. صحيح. هم تواجهتي مشاكل دعيتي على حفل معين بمصر وين؟ بمصر ما عم بقدر أطلع وما تقدرين صعب. حتى أمريكا في عندي كم شغلة طلعت قبل بمرة، هلأ بدي أرجع أقدم. ما فكرتي بالهجرة؟ أحياناً بفكر صراحة، بس أقول إذا طلعت هجرة أنه حقتل كل شيء عندي يعني بناته، أنه صعب هونيك، ما في كثير انه فن وقصص مثل ما انت يعني بتحب. مسلسلات اللي هي توجت وترجمت الوضع اللي كانت عايشته سوريا بالوقت الحرب، كسر عظم وغيرها من المسلسلات، هذا فعلا كان واقع حقيقي كونك انه انت من سوريا؟ ايه اكيد في اشياء كانت حقيقيه، يعني هنا عم يمثلوا الواقع مثل ما هو عم يطلع الواقع. وعلى طاري المسلسلات، جربتي تدخلي مجال التمثيل؟ ولا حابة هلأ بما أني بالسعودية كثير عم يجيني أنه مسلسلات خليجية؟ بس مسلسلات خليجية ولازم أتقن اللهجة السعودية إضافة إلى العباية والشيلة. لا منه شرط هلأ خلاص، بس أنه أنا ما كثير يعني عم خاف أتجرأ أنه مثل باللهجة الخليجية. أنه خليني هلأ على لهجتي سورية لبنانية مصرية أوكي أنا بيرفكت بهول، بس انه خليجيه بعد بدي وقت، ما بدي اطلع بشيء والناس تتمسخر انه لا منا لهجتك منك ظابطيه. اليوم انه بدنا نشوف انه هواي اكو اشياء على مواقع التواصل الاجتماعي وماكو شيء ايضا هو يتخبى، فضايح، مشاكل، خناقات على قولتكم. يعني اي مشكله صغيره خلص الناس بتنساك، بتحكي عنك، يعني ايه هيك بصير، فالواحد لازم ينتبه وياخذ حذره اكيد. اشاعات طلعت عليك ولا لا؟ لا الحمد لله لحد هلا لا، ومشروبات وممنوعات ورفقات سوء ما عندي. ما عندي الحمد لله. لا ما عندي. بلشتي تصير انه عندك قناه يوتيوب حتى تارشفين مشوارك؟ عندي او انجازاتك. قناة على اليوتيوب، بس انا شوي كسوله، لازم انت تشجعني تصير لحتى تصير نزل عليا. وين بعد 10 سنوات راح يكون التارجت مالتك؟ وين شايفه حالك؟ بحس حالي انه حصير حدا ان شاء الله مثل ما انا بدي، مشهور ومهم. انت الان اكو شهره؟ اي بس انه اكثر، انه انعرف اكثر، يصير عندي اعمال، الناس تحبني،
توثق فيه ك يعني اذا بالتمثيل بغنى بكل هاي القصص بهاي الاشياء بهاي الاشياء. اسمع الشيرين يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بالنص ولا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس. الموسيقى التركية تختلف أي. التوزيع التركي أيضا يختلف صحيح. والكلمات جرى أول شي حبيتي اللغة التركية؟ أنا كثير بحب من أول ما كنت أحضر مسلسلات نور مهند وسنوات الضياع والقصص أوكي. كنت بتمنى أنه أتعلم تركي وفعلا سجلت كورس. سمعين تركي؟ أي كثير بسمع. وحافظ شيء تركي؟ حافظ. اسمع اللي بالتركي لابراهيم. يلا يلر دربي رزلمدي يا نبدر دو برمدا تمام لدي كسمش كان ولو قردم كرشمدا ما في ما في مس ما في غزلي ريبونجوك ما في برقرد ما شكل دم وقلنكي من ياري. شنو يعني؟ يعني عم يغني لها العيون الزرق عم يقول لها ما في ما في اوكي بالتركي يعني يواش يواش على قولتك شوي شوي ارجع اتعلم. اكثر شيء عجبك بيها هنا شنو؟ باسطنبول. باسطنبول تحديدا مثل ما قلت انت انا كثير بحب الطبيعه بحب يعني الطبيعه اللي فيها المباني كيف مبنيه الجوامع منارات الجوامع يعني انا صراحه قد ايه سافرت وهيك بس ما شفت مثل الجوامع الموجوده هون فبتمنى كل الدول يعملوا منه لانه عن جد حلوين مميزين الطراز العثماني انه هو مهم جدا وبالتالي احنا اليوم عندنا حتى الدول العربيه ما عندنا شيء بيتشابه معهم اكلات صح الأكل بعض الكلمات ايه. حتى العادات والتقاليد احنا اكو بعض الدول تتشابه معاهم مثل بلاد الشام نفس الاكلات نفس بلاد الشام. انت هسه قلتينا بالكواليس تردين بدي دولما عراقية دولما 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 باي ذا واي دولما هي تركية وليس ايه. عراقية صحيح. يعني دولما هو احنا اخذنا تسمية دولما من عندهم من عندهم صح بس احنا تفننا بالبهارات اللي موجودة وحتى بالتشكيلة بطريقتكم الخاصة ايه يعني المصريين يسموها المحاشي محاشي انتم شو بتسموها ايضا بعد محاشي محاشي بس احنا تفرق يعني بالعملية وليش الا دولما هالقد ما تسوق لها انه ما بعرف انا كثير بشوف بتابع احيانا مشهورات عراقيات وهيك بيضلوا عم يقلبوا هالطنجره وانا بشتهي انه بقول بدي ذوقها وللاسف ما عندي حدا يعني انه بعرفه بالسعوديه عراقي انه اطلب منه يطبخ لي اياها وذوقها فكرمال هيك قولي اريد دولما اريد دولما اريد دولما اريد دولما اليوم ناس من الوسط الفني هي لابسه كبر تحسيها لابسه كبر حياتها غير مو نفس حياتها الواقعيه يعني على سبيل المثال صرنا بالتبهرج اللي موجود اخذ ساعتك سيارتك وبالتالي حتى اروح ايفنت وصارت الناس انه يمكن بعض الناس انه تهمها الصوره الكماليات هذه افضل من الانسانيات او الاخلاقيات اللي يتمتع بها سواء كان فنان او انسان عادي صح؟ صح انا بحس انه كل ما كان الانسان طبيعي منه شرط انا من فوق لتحت كل البراندات الانسان هو بحلل الثياب وبطلته وشخصيته العفوية مثلاً أنا كثير بحب سيرين عبد النور بحب لما تصور يومياتها على سناب شات أو إنستغرام وبالكذا. عادي بالمطبخ مثلاً المقلاية عم تقلي فيها مقحطة أو شيء عادي بتصورها مش إنه والله بتجيب واحدة جديدة وعاملة في منزل وكذا آه. لا كثير طبيعية وبحب أنا هي كيف بتصور وهيك حافظة شيء حافظة شيء السيري؟ أي أكيد حط النقط على الحروف؟ حط النقط على حروف شوف اللي بدك شوف هدت بنسياني عمل لي أنا معروف حبك زرع الجروح هد الجسم والروح عندك عندك حدا تاني تركني ولا عنده روح عادي ولا تهدد بقى وتقلي صعب نلتقى انت حياتي حارقة شو همك وين البعد الله ببالك في يوم ما تكونين وياها بمسلسل معين كثير 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 بحبها كثير
بعشق جمالها وطلتها وكلها، دايما بعلق لها. على الصعيد الشخصي مرتاحة نقول، وأيضا مستقرة، وعلى الصعيد الفني أيضا تحضرين أشياء، وحابة أيضا أنه هي تكون أنه أكو أيادي هي ممدودة إليك. لو قلنا إيد فنية حابة أنه هي تنمد إليك، من ملحن، من موزع، من فنان، منو بالك وتتمنى يكون أنه أكو ديل بينك وبينه، يكون أنه أكو علاقة أنه هي تكون فنية؟ حس مروان كوري وزياد برجي. وزياد برجي كتير بحب إنه كيف بيعملوا أغاني وألحان وهيك. الجانب الموسيقي منو قريب إليك؟ الستايل منو؟ الأغاني الرومانتيك، الأغاني اللي هي تكون سريعة؟ هلا بحب أغاني مصرية السريعة. أوكي. يعني بحس إلها جوة كمان، وفي نفس الوقت بحب الأغاني الرايقة الرومانسية. وتحبين أغاني الرايقة الرومانسية؟ يعني بحس لازم الفنان ينوع، لازم يعمل شوي هيك شوي هيك، مش إنه كله رومانسي و الثاني مل، إنه لا حلو المستمع يعني يسمع هيك وهيك. صدق تدري أنا نسيت أسألك آخر أو أهم سؤال. شكرا. أنتو يا التجميل، عمليات التجميل؟ إذا حدا محتاج منه غلط. أنت مش عاملة تجميل؟ لا الحمد لله لحد هلا. ولا فيلر ولا بوتو؟ هذا أيضا هذا بلا فيلر لشفايف شوي، لأنه إذا نزلت لصوري تحت بتلاقي شفايفي كانوا صغار. عادي ما بكذب، بس إنه تكساس وتحديد وهيك بعد بخاف شوي. بس أنت اليوم مع إنه بعض النقاد يقول لك إنه صاروا يشافون مع بعض كلهم نسخ. صح. يعني نسخ هيفاء وهبي، سيرين عبد النور، ناسي عجرم. هلا انا ما بحب كون انه نسخه من حدا، خلص كل حدا له جماله. عادي اعمل عمليات تجميل، بس ما تعمل لي من خاري مثل هيفاء ومثل سيرين لا كل حدا خلص الله خلقه مثل ما هو. يعني ما تخافين انت معناته من لا العمل. لا انا بخاف كثير، يعني انا عندي مشكله بمنخاري لحميه ومفروض اعملها انه حتى لصوتي بيتحسن وهيك، بس بعدني مردده. بعدش مردده؟ اي ما عم اقدر اخذ قرار صراحه. فكرتي شو حتغني لي؟ شو راح تغني؟ انت شو بتحب؟ اختار انت. بدي افكر. هو يضوج الفنان من واحد يقول له غني غني؟ لا لا بالعكس، انا كثير بنبسط لما حكي. كثير بنبسط. ها اوكي، شو راح نغني؟ بغني لك غنية لجورج، بتحب جورج وسوف؟ اه طبعا. وحب انغام. ايه وانغام انا بحبها، بغني لك غنيتي. وحب اصاله. اوه كثر من عيوني. يلا نسمع. لو نويت تنسى اللي كان واللي كان والذكريات، وانه غيري خد مكاني، انه قلبك مش عشاني، انه غيري خد مكاني، انه قلبك مش عشاني، ليه تجرحني بكلامك طب ما تهجر من سكان. الله. عجبتني الطريقة انه ما توصف، لان انه كنت اتصور انه الاغاني اللي اسمعها لها على اليوتيوب بعض الافكتات مضيوفة على الاغنية، لكن صدمتني حينما غنت كل الاغاني اللي طلبتها من عتها بطريقة انها هي تكون بيرفكت جدا وبدون نشاز. اول شيء راح اشوفك انه باغنية عراقية قريبا ان شاء الله. اكيد. انا اختاريتك ايضا السيد علي صابر، عثمان عبود، موزع جميل. كثير حب اغاني لعلي صابر. وايضا اختارت لك ايضا حسام. تشرف اكيد. فاعتقد انه راح يعرفون انه كيف ان هم يكون انه اكو ترجمه لخامه صوتك. صح اكيد. للستايل الاغنيه اللي موجوده، خفيفه ولا رومانتك او سريعه. واحنا كون انه عندنا الان انه الهوى هذا ناجح ايضا حتى باغاني العراقيه والاكثرها اللي هي تحصد ملايين ونجاحات. فبالك انه انت انه تغنين اغنيه عراقيه او يكون بانجازك الفني اغنيه عراقيه؟ اكيد لازم يكون برصيدي اغنيه عراقيه، لانه الناس كثير صايره عم تحب الاغاني العراقيه بشكل مو طبيعي. انا من قبل بسمع، كنت اسمع محمد السالم. محمد السالم. وفي كثير كمان مطربين اكيد، وعلي صابر. فلا لازم يكون في برصيدي، لازم يكون اكو اغاني عراقيه. تؤمنين بالصداقه انت؟ هلا انا بآمن و بس ما بحس انه بضل، لان الصداقه انه هو يكون الانسان الصدوق معك. صح، بس ما بحس ضل. فالصدوق اليوم اكو صداقه بس ماكو صدوق. صح صح. في معارف بتحس، في يعني معارف. انا بحس المعارف اكثر من الاصدقاء اللي عندي. في حب بيور؟ يمكن 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 يمكن. هم انه انت من النوع ماديه تحبين الفلوس؟
ولا تحسي انه هي مكمله لك؟ هلا هي مكمله بس ما حدا ما بيحب الفلوس صراحه. هلا صايره الحياه كلها بدها فلوس، كلها فلوس، بدك تتحرك بدك فلوس، فانه مهمه الفلوس. وانا بحب صراحه، يعني انا من النوع اللي بحب اشتغل وطلع فلوس وطلعين فلوس. ايه بحب يعني ان شاء الله الله يتمكن من اليوم تحقيق كل ايضا امانيك، واللي عنده ايمان بالله سبحانه وتعالى اعتقد انه هو واصل، وانت على طيبتك ان شاء الله تنرزقين، ويقول لك على نياتكم ترزقون. صح. اسماء من عندك شيء اخير قبل لا اودع وياك؟ يلا شو بدنا انغام لنا؟ انغام ولا بعد منو اختاريتك؟ اصاله او انغام؟ اصاله. يلا اول شيء شفتي انه اصاله صايره هم انه تغيرت والناس تقول لك كيف؟ بتعقد. انا بحب باي ذا واي الشريك اللي يعني بيساعد، اذا كانت هي فنانه يكون معها يساعدها شو بتحتاج، بحس احسن من حدا غريب. احسن من حدا غريب فعلا. صحيح كثير حلو. يلا نسمع لاصاله. اكثر من اللي انا بحلم بي مش قادره اخبنا تاني عليه، ده انا من اول ما قابلت عينيه ناداني حبيبي معك حياتي وعمر اللي انا عايشه واجمل واصعب، قولت يسيبني واحس ان انا وياه ثواني. الله اليوم الك الختام على الكاميرات. تشرفت فيك يا هاني. انا اللي شرفت فيك كثير عن جد، واكيد حنضل على تواصل اكيد، وهذه على البرنامج واخبار وقصص. ان شاء الله الحلقه ايضا هي تعجب الفانز اللي تابعك من العراق، وان شاء الله تنعاد هذه الحلقه بنجاحات اخرى في بغداد، وايضا مثل ما قلنا لو كنا في بغداد ان شاء الله قريبا انا وياك في بغداد نروح وناكل سمك. ونروح وناكل سمك. اعطيني انت الختام ويا الشباب. شكرا على هاللقاء الحلو يا ايهاب، وتشرفت فيك، وان شاء الله تعجبكم الحلقه وما نكون هيك انا شخصيا ما كنت ثقيله عليكم وكون مهضومه، وان شاء الله تحبوها، ونلتقي فيكم اكيد بالعراق بغداد. شكرا. شوفكم على خير. مهما كانت انه انت تسعى بمشوارك وانجازاتك، انه انت راح توصل الى اهدافك حين ما تكون راسم حياتك الفنية بالشكل الصحيح، واتمنى ايضا نور راسمة حياتها ومخططاتها للمستقبل الفني. شوفكم الاسبوع الجاي بحلقة جديدة وضيف جديد، ومن خلال نجوم الوطن العربي واجمل سيلبرتي على السومرية.